يسعد صباحكم مشاهدينا، جاهزين لتمارين اليوم الحماس، ان شاء الله تكونوا متحمسين معي وجاهزين. حنبتدي بتمارين الاحماء، مكاننا فينا نمشي بالمكان مثل ما قلنا. حنعمل اليوم تمارين كيك بوكسين، رح ندخل كيك بوكسين بالفتنس او تمارين كارديو لحتى نستمتع. نعمل تمارين كارديو تبعنا تبع اليوم ونمرن عضله القلب، نمرن الجسم، اكيد رح يكون فيها تمارين اخرى غير تمارين كيك بوكسين، لذلك نحن بنعملها مثل ما قلنا كفتنس. اول شيء بدي تشدوا ايديكم هون، خليكم عم تحركوا الرجلين، رح نحمي المفاصل على مهل، بدي اياكم بس تمدوا الايد بالتبادل. شايفين لما بمد وحده بترجع بالعكس، اوكي، بتشد والثانيه بتلف بشكل مستقيم، هذا الشكل. بدنا نتمرن على هيدي الحركه مع النفس بالبدايه لنحرك المفاصل 10 مرات، بعدين بدي نلف المعصب. بدنا نحرك او بدنا نحمل المفاصل الصغيره، كثير مهم لانه كثير بنستخدمها بتمارين القفز، بتمارين الكارديو، بتمارين كيك بوكسين اللي رح نعملها هلا. اوكي، اعطونا الكتف لورا، برمي صغيره على ورا، 5 6 7، خليكم عم تحركوا الاجرين، خذوا نفس عميق، نظهر النفس، ناخذ نفس عميق، اعطوني بعد مره. لازم ضربات قلب تبلش تعلى، درجه حراره الجسم تطلع. اوكي، هلا بدي اعمل برمي على ورا بالايدين مع خطوه يمين خطوه شمال، 5 6 7 8، وبالعكس لقدام، 2 3 4 5 6 7 8، رجعونا على ورا، خلينا هون. اوكي، رح ننزل، شايفين رح انزل، انقل الوزن من اليمين كأنه عم حدا بده يضربني من فوق، فانا بدي انزل اطلع ثاني يمين، انزل اطلع ثاني يمين، هيدا الشكل. شد الجسم، ايدي هون، 3 4 5 6 7 8، حنوقف هون، بس اعطوني برمي شوي بمفصل او الكاحل، نبرمه شوي على برا هيدا الشكل، حطوا الاصابع على الارض وحاولوا تبرموه، تضغطوه بالارض تعملوا له برمي، بس لانه مثل ما قلنا رح نستعمله كمان، رح نطلع وننزل هيك بهالشكل على ايه، لنحضرهم. اوكي، هلا شوي شوي ما ننقل الوزن، شفت من يمين لشمال، شدوا البطن، شدوا الاجرين، يلا نبلش مع بعض، 1 2 3 4 5 6، شايفين الركب رخوي، 7 8، هلا عن جديد رح انزل واطلع من يمين لشمال، 2 3 4، كانه مثل ما قلت عم مر من تحت شيء او حدا بيضربني من فوق بدي اتجنب، 7 8، على مهل رح نضرب لقدام، لكمه لكمه، 3 4 5 6 7 8، هلا سريع بنضل هون مكاننا، ركب مطوي، 1 2 3 4 5 6 7 8، هلا رح ننزل سكوات، سكوات شايفين بس سكوات سريع، 5 6 7 8، عن جديد رح نرجع ننقل الوزن من اليمين للشمال، 4 5 6 7 8، لكمي على مهل، مرة يمين مرة شمال، 5 6 7، نعملها سريع مكاننا، 1 2 3 4 5 6 7 8، اعطوني سكوات، 3 4 5 6 7 8، كيف بنريح بالكيك بوكسر؟ ناخد هيدي الوضعية، شايفين؟ برخي الركب، رخي الجسم، نقله الوزن على الأصابع من اليمين للشمال لتحضره للتمرين الثاني أو الحركة اللي بعدها. هلا هون مكاننا رح نروح بلكمي من العجم، يعني أنا بستعمل كوع وبلف، يعني ما بستعمل كتفة أو إيدي، كوع أو كتف بلف وخسر. أوكي، 3 4 5 6 7، ما نعملها بسرعة مكاننا، 3 4 5 6 7 8، هلا شو رح أعمل؟ رح أركض 4 مرات، رح نحط إيدنا على الأرض، نط بربيس، نرجع لهون، نركض 4 مرات، حطوا ايد على الارض، مدوا الجسم ورجعوا اطلعوا، عن جديد، 1 2 3 4 5
ستة سبعة من عجم مكاننا 2 3 4 5 6 7 8 نركب المكان مننط بربيز نرجع سكوات نرجع 1 2 3 4 مننط بربيز ومنرجع كيف منريح بعيد الحركة كون عم ريح النفس ضربات القلب مخفف الشدة شوي هلا رح ناخد الحركة من تحت يعني أبر كات رح استخدم الخصر اضرب 2 من تحت 4 5 6 7 8 هلا 1 2 1 2 1 2 1 2 بعدين رح نروح شفل شفل رح ضل تحت 4 مرات 4 رح نرجع هون مكاننا عن جديد من تحت 2 3 4 5 6 7 دبل مرتين 2 3 4 شطاطات البطن والخصر اوكي شو عملنا بعدها احنا شفل شفل 2 3 4 رح نرجع نمشي بالمكان هلا رح نستخدم الرجلين اكثر او الكيكس اكثر من الايدين شغلنا شوي الايدين فشو بدي منكم رح نبتدي بجامبين جاكس اذا ما فيكم تنطوا جامبين جاكس عملوا هيدي الحركه هيدي بديلي للجامبين جاكس اوكي يلا 2 3 4 5 6 7 8 رح نوقف هون ركبي 2 3 4 كأنكم عم تضربوا حدا اوكي 5 6 7 8 بعدين بدي اروح كيك اعمل لف اعمل لكمي على جنب اوكي كيك لكمي كيك ركبي لكمي ركبي لكمي بعدين بنخصص الكيك لحالها نبدا توازن 4 5 6 7 8 خلينا هون ثابتين يلا كيك على جنب برفع شوي الركبي تهدي على هيدي وبعمل كيك 3 4 5 6 7 8 هلا بدي احاول اعمل تحت فوق فوق انزل تحت فوق فوق انزل تحت فوق فوق انزل ثبتوا على هيدي تحت فوق فوق وانزل هلا خلينا نروح يمين شمال ناخذ نفس رح نرجع للجامب جاكس برجع بذكر ما فيكم تنطوا جامب جاكس اعملوا التاب اللي هي على جنب 1 2 3 4 5 6 7 8 جاهزين ركبي 2 3 4 5 6 7 8 اعطوني كيك 2 3 4 5 6 7 هلا رح ندمج ركبي ملكمي ركبي لكمي ركبي لكمي 4 5 6 7 رح نخصص بس للكيك 2 3 4 5 6 7 8 خلينا هون حاول نتوازن على هاي 1 2 3 مش ضروري نعلي 1 2 3 بعد مرة 1 2 3 نرجع منريح بالحركة اللي قلت لكم اللي منريح فيها هلا رح نروح شوي على جنب مكاننا رح نعمل 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بعد مرة مكاننا هون بدي اعمل كيك وارجع لورا كيك وارجع لورا 3 4 5 6 7 8 اوكي رح ارجع عن جديد كأني عم نط حبل او شفل اوكي اذا ما عرفتوا هيدي الحركه فيكم تستعيدوا عنها كأنكم عم نطوا حبل رح نروح تاني ميل 3 مرات قدام تاني ميل برجع قدام وبرجع ورا اوكي 1 2 3 4 3 4 1 3 4 اخر مره 1 2 3 ورا هلا كيك برجع كيك برجع كيك لقدام 4 5 6 7 8 بنرجع مثل ما قلنا او شيفتنج بنبدل وزن يمين شمال او كاني عم بقفز بتخيل حبلي
اثنيناتهم اوكي. هلا شو رح نعمل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، رح نط أربع مرات كرمال بس انتقل لتاني ميل. واحد اثنين ثلاثة أربعة، رح نط اثنين ثلاثة أربعة، آخر مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، رح نط مع بعض آخر جهة. اثنين ثلاثة أربعة، ومنط أمين معي الكيك. لا أنا كيك بتاعك، أنا كيك ثقاني غادي تو نوصل للمطبخ مع الكيك. بحمس أول شيء، أهم شيء ما توقفوا بسرعة. حسيتك تحمست أنا. إيه صحيح، دائما تحمسني كنت مريك بس ما توقفوا بسرعة. خليكم عم تحركوا الإجرين، خليكم عم تاخذوا نفس لتهدى شوي ضربات القلب وتنزلوا درجة حرارة الجسم. أنا رح ضل عم أتحرك بينما أمين رح ينهي. أوكي، بارك الله فيك، ما خليك تكمل حرك. شكرا لك فرح بكر المدربة الرياضية.